أحسن الله إليكم سأل أيضا عن صفة الاستغفار، كيف كانت صفة استغفار المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ذاتها أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كما صح ذلك عنه بعد سلامه من صلاة الفريضة، أنه كان يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ومن صيغ الاستغفار ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وثبت عنه أنه قال سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك ما أوصى به أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وفي رواية كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، أغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم.